فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط لايك. هل الممشى على الأحمر حق محطات الحافلات مخالفة؟ الموقف اللي مكتوب موقف باصات ممنوع الوقوف فيه، ولكن إنش تمشين أوكي، يعتمد على حسب المكان طبعا. أوكي مصطفى المومي، بعد الاختبار النظري عادي؟ عاد شيء اختبار ثاني بعد الاختبار النظري أخ مصطفى. بعدين المفروض أنك تدخل على التدريب العملي. طيب دانيا تقول، ديانا قصدي بعد كم تدريب أقدر أطلع الطريق؟ وطبعا من الناحية القانونية تطلعين إلى الطريق بعد استلامك الرخصة، إذا استلمت الرخصة تطلعين. لكن ممكن يكون سؤالك تقولين أنه يعني دقيقة، اختبار النظري الخميس مو بكرة الجاي. أوكي الاختروان، اختبارك الخميس النظري، بعد ما تخلصين الاختبار النظري المفروض تجيك رسالة على أساس تنتقلين إلى التدريب العملي. طبعا موضوع الخوف من القيادة راح نخلي آخر شيء. في أسئلة أركز عليها الاختروان. الاختروان الأسئلة عامة بتكون عن معلومات القيادة، عن لوحات المرورية، عن الانعطاف، عن يعني معلومات عامة. إذا عندك كتيب حق مدرسة تعليم القيادة ممكن تشوفين الأسئلة الأخيرة اللي في آخر الكتيب، أو ممكن أنا عندي، ممكن أرسلي على الخاص بعد البث، عندي أنا زي مثل ملزمات ونماذج من أسئلة تقدرين تستفيدين منها. حياك الله يا أستاذ مصطفى. مصطفى المومري، تدريب عملي مع المرور؟ لا، التدريب العملي في مدرسة القيادة راح يتم تعيين لك مدرب يعطيك الساعات التدريبية. أعرف أسوق بس أبي أتعلم، اللي يجيبونه في رخصة كيفية في مواقع. الأخ ندى سؤالك مش واضح. أوكي أها، اسمع أطلع رخصة وعلي مخالفات؟ اسمع لا تقولين حق أحد، اسمع تعتبر وسيلة أو أداة أمر. لا طبعا تقدرين تدخلين مدرسة تعليم القيادة وتتدربين، ولكن الرخصة ما راح تستلمينها إلا إذا دفعتي المخالفات المرورية. بالنسبة حق أم سلطان، لا 14 سنة الولد الله يحفظه ما يخلونه يتدرب، لازم أقل 17. تقول لي 4 شهور أخذت رخصة ولا مارست، كيف أبدأ؟ طلعي. بتكلم عن الخوف من القيادة فيما بعد. إيه هالأشياء الأساسية في اختبار العملي أركز عليها. الاختبار العملي راح يختبرونكم في شلون التحكم بالسيارة، بعض أجزاء السيارة اللي تعرفين مثلاً لا إله إلا الله، الدوار، الموقف، الباركنج، يعني الأشياء دي لازم 18 17 ممكن. أيضاً عندي رخصة من زمان بس أخاف أسوق. الموضوع الخوف من القيادة بأتكلم عليه في النهاية. طيب ولدي ملح جدا يبي يتعلم 15 سنة، قانونا ممنوع ب 15 سنة. أصعب شيء في السواقة الباركنج، تجيني أم الركب، يعني تتعلمين عليها. والله الله يعزك أختي صمت، الله يحفظك إن شاء الله. شكرا سامي، كانت خير معلم، حياك الله أختي ياسمين، الله يرضى عليك ويوفقك إن شاء الله. لا تنسون تعطونا من لايك، من الجواب منكم اللايك. نعم عندي اختروان، عندي نماذج من أسئلة ممكن بعد الاختبار أسألك إياها على الخاص، لأن هنا ما ينرسل. بالنسبة اختبار بكرة وخايف، اللي هو FA عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن، الموقف 90 أهم شيء عندك بالريوس، حاول أنك تتمرن يا عبد الرحمن حبيبي. ولدي سوقه عمره 14 ولا هم أحد، يعني هو قانونا ممنوع، لكن اللي ما يلتزم بالقانون هذا عاد شيء ثاني.
كيف وزن السيارة على الطريق؟ فيما يتعلق بوزن السيارة أثناء القيادة ومعرفة الأبعاد، ذكرت في أحد الفيديوهات، ممكن أرسل لكم إياه اللي أبغي، بأنه المدارس، مدرسة تعليم القيادة، ما يعلمونك هالنقطة، أبعاد السيارة والمسافة دي، ما حد يعلمك إياها، ما في دروس، ما في منهجية تعليمية، ولكن هذا الشيء ممكن نتعلمه ونكتسبه مع الممارسة، ما في قاعدة معينة. بالعكس، عمر 15 وتخليني اسوق في الحي، انت يعني تشاركين في جريمه حقيقه. اي نعم صحيح، وقت الاختبار هو طبعا المفروض طبعا وقت الاختبار، وقت الفحص، يعني يراعى الجانب النفسي للمتدرب او المتدربه، بس يعني يقول لك يعني واحد لها تحاول لا تتوتر. نعم صحيح. لازم تشيلها. نعم صحيح. طبعا في اخر فيديو بطرق حق الذي حسب نفسيه المدربه. انا يعني هو دائما انا انصح قدر المستطاع ان يكون الاختبار ما يكون من في نهايه الدوام. اذا تقدرين تختارين وقت اختبار في البدايه ممتاز، نهايه الدوام يعني. مصطفى يقول اذا رسبت في الاختبار النظري كم لك مرات؟ بعض المدارس 3-4 مرات وترجع تاخذ ساعات من جديد. سهل الاختبار النظري ولا العملي؟ يعني النظري سهل بس يعني يحتاج تركيز. لا تنسون اللايك. برافو عليك اللي تقول له نعم ترى اخذوا علي 11. روان كيف 11؟ ما فهمت. لا تنسون طبعا مني الجواب ومنكم اللايك. حياك الله اختي صمت، الله يعزك ويحفظ قدرك ان شاء الله، الله يحبك ان شاء الله. وقت الاختبار قصدي 11. قصدك زين اخت روان. شوفي هو طبعا مو بالكيف، لو الافضل ان يكون الاختبار يكون مثلا من بعد الساعه 9 الى قبل صلاه الظهر، هذا افضل وقت نفسيا سيكولوجيا يكون الفاحص او الفاحصه يعني شويه رايق، بعكس لما تجي اول الدوام او تجي في اخر الدوام يكون قفلت الاخلاق. الاخ مصطفى الموري حبيبي تقول اذا رسبت في العملي يرجع يختبر؟ اذا رسبت في العملي يا مصطفى تدفع رسوم اعاده اختبار ومن ثم تعيد الاختبار مره اخرى. اخت اطياف الدوار جدا سهل، بس للاسف انا قلت لاحظت انا بعض اللي يطلعون في الفيديوهات، بعض خصوصا بعض الاخوات النساء اللي يقولون انهم يدربون وهم مش مدربين، يصعبون الموضوع كذا. زين الاخت مجهوله الهويه، اسعار التدريب غاليه؟ لا، اسعار التدريب في مدارس تعليم القياده الرجال والنساء نفس السعر، انا موحده. مصطفى الرسوم 400 وكسور كذا، 400 ريال تقريبا. حياك الله اختي ريان القميش، حياك الله اخ ريان حبيبي، حياك الله عزيزي ريان. الحوراء تقول مثل بنتي حوراء، اسم بنتي حوراء، تشوف في فترة محددة اللي يتعلم السياقة لو حطيت بالي أسبوعين شوي. هي طبعا يعني وفق دراسات علمية، التدريب العملي أوكي يكفي للشخص الطبيعي 3 أسابيع أنه يعرف كل شيء، والمهارة هذه بعدين تكتسبها مع الممارسة. مصطفى بالنسبة للرسوم، لا إذا رسبت تروح تدفع رسوم مرة ثانية ويعطونك موعد اختبار ثاني تعيده. الدوار حلو بس المشكلة اللي يسوقون ما يقدرون. نعم أنا أقول للأسف مشكلة في بعض البلدان أو بعض المناطق بالنسبة حق الدوار بصراحة ما يلتزمون وفوضى، ويعني قليل اللي انت يعني كل واحد يعتمد على حسب قوته. اخت سمور بس نعيد الاختبار لو يعطونا ساعات؟ لا، يعيدون الاختبار بعدين لو ما نجحتي في كذا مره يقولون ان شاء الله رجع ياخذ كذا ساعه.
بالعكس تغيير المسار حق الأخ رانو أو أختروني، تغيير المسار في الطرق السريعة سهلة جدا 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 سهلة. شنو عادة شنو مراية، تنظري للمراية الداخلية وتعطين إشارة وتشوفين في المراية اليسار مثلا اللي بتتجاوزين منها، أوكي، ثم تنظرين كتف وتنتقلين. سهلة جدا يعني، ما الحركة في الطرق السريعة أسهل من الذي من داخل المدينة. ربي يصلحك موعد رجعك في الاختبار العوني. ودي مصطفى كتابتك مو واضحة حبيبي، ودي يصلحك موعد، ما مفهوم الأخت ميم، أخذيها قاعدة يا أختي ميم. لا تنسون أول شيء باللايك. أي شيء أي شيء تخافين من مع الممارسة يصبح أمر عادي، القيادة، الطبخ، ركوب الطيارة، ركوب السفينة، أي شيء. هو الإشكالية إن إحنا إذا خفنا من الشيء من أول مرة وتقاعسنا أو انسحبنا. حياك الله أختي الشيخة، مساء الورد، حياك الله أختي، الله يحفظك إن شاء الله. ديسمبر يقول جبت 87 بالنظري، ممتاز. إيه 87 يعتبر ممتاز يعني معلوماتك زينة. حياك الله يا أبو فهد، حياكم الله. إذا رصدت في العمل تسد ويرجعك تختبر في العمل؟ نعم مصطفى، إذا اختبر إذا رصدت في العمل ترجع تدفع رسوم وتعيد الاختبار في العمل. ممتاز بنت الشرقية، جبتي 73 في النظري، ممتاز يعتبر جيد جدا. فاطمة الدوسري حياك الله يا أختي. فاطمة الدوسري عاد أنا أمي فاطمة وزوجتي فاطمة وجدتي فاطمة وبيوتنا كله فاطمة. يا ليتك تدربني على المواقف. كم محاولات لمصطفى حبيب قلبي، اكتب، حاول قبل ما تكتب تتأكد من كتابتك إملائيا، تعيد 3 مرات تقريبا. حياك الله أختي فاطمة، نعم فيك وفي أحبابك إن شاء الله تعالى. لا تنسون طبعا من لايك. مصطفى المومري، كم عمرك يا مصطفى أنت؟ حياك الله أختي ميم. روح وريحان تنصح أسجل موعد العمل وبالتدرب فعليا من الشارع. والله شوفي يا روح، إن قدرتي يعني وأنت تسجلين، إن قدرتي وأنت تسجلين يعني تحاولي تدربين برا الطبقين، هذا راح يساعد هالشيء جدا. ديسمبر حياك الله أو حياك الله أخي. كيف تدرب السواقة للأولاد؟ أنا ما أدرب، ممنوع التدريب، التدريب لازم يكون في المدرسة. أنا سويت تحديد مستوى وأخذت مبتدئ جدا ومحبطة. مبتدئ كم؟ 30 ساعة يعني عطوك يا أو فاطمة الدوسري 95% في النظري، ممتاز ممتاز. روح وريحان خلصت النظري وبرضه ممتاز. النظري النظري كل ما جبنا فوق 60 فوق 70 يعتبر ممتاز. AL 30 ساعة معناته يا أخ AL، لما نعطوك 30 ساعة في التقييم معناته أن في أخطاء سويتها يعني مهمة جدا. الأخت سول أو أخ سول 380، كيف أسجل وهل يدربون تسجيل في مدرسة تعليم القيادة؟ يتم عن طريق موقع أبشر، الموقع وليس التطبيق. حياكم الله. كم نسبة الإخفاق في النظري؟ تختلف بعض المدارس لأن كل مدرسة لها منهج، لكن تقريبا يعني تحت 60، بعض يعني تحت 70. إيه بالنسبة حق أخ علي أو قال تجاوزت العائق وفي سيارة قدام. إيه شوف، تجاوز العائق والتجاوز وتغيير المسار إذا ما أتقنتها تعتبر شيء مهم جدا. الأخت صمت تقول والله يا أخي مصطفى معي ريوة استخربطت فيه. مصطفى الممري تقول هل في الاختبار أشير وعليم؟ ما فهمت كتابتك يا مصطفى.
مصطفى عدل كتابتك يا مصطفى مومري. ما فهمت وش تقصد أشاير وعليمة. أشاير وعليمة قصدك إشارات وعلامات. إذا قصدك إشارات وعلامات إيه إشارات، نعم أكيد أكيد يا أخ مصطفى، إشارات وعلامات، نعم أكيد طبعا الإشارات. أصلا لو تخطأ في الإشارة اللمبة الضوئية ذي، هذه رسوب فوري ذي، هذا أهم شيء ذي. هل الإخفاق في النظر إعادة اختبار برسوم؟ نعم يا روح، إعادة اختبار برسوم أكيد طبعا. حياك الله أختي أم نايف العسيري، عليكم السلام ورحمة الله. أحدهم يقول تعلمت سواقة وأسوق في ينبو لأنها صغيرة ما فيها زعب، بس خايفة أسوق في تويتر في جدة. شوفي يا أختي، اللي يعرف يسوق، اللي يعرف يسبح في البركة في المسبح يعرف يسبح في البحر. نفس الشيء، اللي يسوق في المكان الصغير يسوق في المكان الكبير. أريج تسأل روح وريحان أنت نعم أنا في السعودية في الدمام في المنطقة الشرقية. أريج تقول طيب مدرسة القيادة تعطي رخصة للي يشوف بعين واحدة ونظر. شوف يا أختي أريج، كل ما يتعلق بالجانب الصحي وملائمة الشخص اللي يسوق، هذا يخضع إلى الفحوصات الطبية والتقرير الطبي هو اللي يبت، لا أنا ولا حتى المرور، هو يخضعك إلى الجهة الطبية هي اللي تعطي التقرير. ماري جاد ما فهمت مدرب شنو؟ أنا ما فهمت، أنا مدرب تعليم قيادة، تعليم سياقة. والاختبار النظري إذا رسب، نعم اختبار نظري عليه رسوب، عليه رسوم إذا رسبت. نعم أنا سوق وعندي رخصة وإذا حط طلع ما يطلع الحالج. صمت تقول والله يا أخي الأحساء سوقة فيها تمام بس الرياض صعب. طبعا الرياض بحكم أنها كبيرة وعاصمة وشوارعها كبيرة أكيد طبعا. السيارة الصغيرة يا توتا أكيد أفضل. مصطفى الممر أنت شكلك اليوم قاعد لي ما في إلا أنت، جاوبتك قبل بس نسيت شكلك. بالنسبة حق إعادة الرسوم حوالي 400 ريال حوالي، يعني أقل شوي. أوكي الاختبار النظري بعض المدارس تقريبا 83 ريال. قلت ممتاز يا اخ ماري او ماريه ممتازه. مرام حياك الله اختي منار، روان من ايش مرام، مرام حياك الله اختي مرام، الله يوفقك ان شاء الله ينور ايامك بالخير. لا تنسونا طبعا باللايك. ارتست زهراء حياك الله يا فنانه يا زهراء. جوج حياك الله اختي جوج وعليكم السلام. طبعا بعطيكم معلومه، انا ترى اتضايق من اللي يقول سلام، انا ما اعتبره سلام، اعتبره هذا اجحاف في حق الشخص اللي انت بتدخل عليه. دائما من لباقه الكلام انك تقول السلام عليكم، ولغير المسلمين ممكن تقول مرحبا مساء الخير يسعد صباحك، لكن لما تدخل على شخص تقول سلام، ايش دعوه يا اخي ايش بيني وبينك. روح شهريه حياك الله اختي روح، عليكم السلام ورحمه الله. الأخت ماري تقول بس للأسف عندي ملاحظة ما اسمه يعطون تكنيك، يعني يبقى بعض المدربين يتعامل معك كمدرب، ويعني أنا بقول شيء وإن شاء الله ما يزعلون، البعض وليس الكل، البعض من مدربين ومدربات تعليم القيادة في بعض المدارس يتعاملون مع المتدرب أو المتدربة كأنه وظيفة روتينية، وظيفة معاملة أوكي عادي. يعني إن شاء الله ما يكون هذا هياط من عندي، لكن أنا فيما يتعلق بتعليم القيادة وتدريب القيادة أنا أستمتع بشكل ما حد يتصوره جدا. لما يجيني المتدرب أدربه أعتبر لحظات التدريب هذه لحظات كأنها خشوع. طيب بتكلم عن الخوف فيما بعد. إذا رسب الواحد ثلاث مرات هل بيساعدوه في أنجح؟ بعد قلبي مصطفى يا انك انت تتعمد تتغلط في الكتابه او انه على كل حال ايه بس ما لي سؤال. طيب ليش سعر الدراسه ما يشمل سعر الرخصه؟ نعم اختي اريج، بالنسبه لسعر الدراسه هذه تروح لفلوس حق المدرسه، المدرسه قطاع خاص اوكي عفوا شركه خاصه مؤسسه خاصه تعلمك بفلوس اجتزته بعدين تروح المرور، المرور هو حكومه تدفعين رسوم الحكومه الحاله، المدرسه شركه والمرور حكومه اوكي. اللي دربتني أكثر وقتها ماسك الجوال يعني. حياك الله يا مصطفى الله، إذا أنت يا مصطفى إذا أنت ما متزوج الله يزوجك ويرزقك الذرية الصالحة، أما إذا كنت متزوج
الله يسعدك مع زوجتك ورزقك الذرية الصالح يا رب ويوفقك إن شاء الله أنت وكل من إن شاء الله يشاهدنا. طيب نجي حق الفنانة زهرة تقول أرتز زهرة أنا تدرت بس كم يوم عملي ولا أحس إني أسفت مو واضح تراوي. زهرة تقول إذا رسبت العملي كم مرة يرجعوني 30 ساعة يعني حسب التقدير 3 مرات مرتين 3 4 3 كذا. نبي نصية للي يتعلم جديد قصد اشتبين نصيحة يا ماريا اللي يتعلم السواقة يحرص على أنه يشوف الفيديوهات ويحاول يتعلم من الآخرين يشوف في اليوتيوب يحاول يتعلم من أخطاء الآخرين يقرأ. عندي أنا طبعا عندي ملف للعلم عندي ملف فيه فائدة لا تقدر بثمن جمعت من أسئلة ومعلومات وإشارات وكل شيء تقدرون تستفيدون منك متدربين في تعليم القيادة. ممكن بعد البث أرسل لكم الرابط. حياك الله أختي نورة يا فنانة يا زهرة بعد البث أرسل لك شيء على الخاص ممكن أو ممكن تواصلون معي بالسناب بالواتساب بالتويتر بأي مكان أرسل لكم لأن المشكلة الملف ما يرسلهم لكن أرسلت لكم. إيمان تقول أنا مدربتي كلها تصارخ علي وأنا مرة أسوق أمسك سيارات عمل لي مدربات عاد المدربات ومدربين بشر فيهم الطيب ولا إن شاء الله اللي يبي الملف اللي يبي الملف قلت لكم في عندي ملف دقيقة الظهر في عندي قست دقيقة لحظة شلون أروح أقول قست القست وأم في أحد يبي قص مفتوح نخت زوز عليك مستوى اختبار نظري شنو الأسئلة تجاه وتكرر النماذج. أختي زوزو بالنسبة حق الأسئلة أسئلة عامة عن القيادة معلومات عامة عن القيادة ما أقدر أقولش أنه واجد هي لكن إذا تبين ممكن من بعد البث إن شاء الله أرسلك ملف يحتوي على نماذج من أسئلة الاختبار جدا راح تفيدك كيف نتعامل مع اللي يسبب قلق في الطريق يعني يقرب قوة يشغل طنش فالطرق طنشي اللي يؤذيك. سعودي قر حياك الله أرد يا عد بس عدانا ترى يعني مخي عدانا عداد يا أختي سعودي أنا أمشي بالرسائل بالتسلسل يعني تفضلي قولي أمري. سعودي قر البنت السعودية الله يحفظك شنو عندك شنو سؤالك إن شاء الله نحاول. عندي خوف في الطرق السريع كيف أتجاوزها بالاستمرار والممارسة أم نايف جوري أنا أخاف من السواقة إن شاء الله في نهاية البث راح أتكلم عن الخوف لأن الخوف يعني موضوع متكرر جدا يعني فيك ترد عليك هذا انا قاعد ارد عليك هذا قاعد اقول لك يا سعودي قير البنت السعوديه قلتي ما ترد قلت لك كتبي سؤالك وارد والحين قلت لك كتبي سؤالك وارد كتبي سؤالك وارد يا سعودي قير كتبي سؤالك وارد. استاذ مصطفى انت لي سنتين اسوق وكل شيء تمام بس مشكلتي ابعاد وما في رصيف ما شلته وش الحل هل يا رازان تسوقين كل يوم او لا؟ طيب الفنانة زهرة تقول طيب أشيل أهم الرسوب في الاختبار العملي لا تشيل أهم الرسوب. شكرا يا أخت رازان يعطيك العافية. الأخت سعودي قير تقول السلام عليكم أولا وعليكم السلام كيف الحال الحمد لله كحة وما في سعال. إيش أسباب الرسوب الفوري؟ الرسوب الفوري هو شكرا يا أخت رازان نجاوب على الاختصار نقول له الرسوب الفوري هي 5 أخطاء أو 5 أخطاء تؤدي إلى الرسوب الفوري اللي هي تؤدي إلى السلامة المرورية تؤدي إلى ضرر في السلامة المرورية عدم التحكم بالمركبة الاصطدام عدم معرفة السيارة عدم يعني تقريبا. شكرا يا أختي رازان الله يرضى عليك ممنون شكرا. زين ميم تقول أنا توتر داخل القرى إذا صادفت سيارة مكان ضيق لا تروح مكان ضيق. شكرا يا أختي رازان الله يرضى عليك يا رب إن شاء الله. هوية تقول عندي رخصة بس أخاف أسوق جربت أخاف اي كل يوم اسوق اروح دوام. ممتاز يا رازان برافو عليك ممتاز برافو عليك. طيب جي يقول كنت اسوق الجير عاد قبل 7 سنوات وقبل قرابه بعد اطلع نفسي اسوق مو قادر احس بخوف ليش ليش. شكرا يا اختي رازان. وين البنت السعوديه اللي تبي تسال تقول انا ما ارد. طيب حياك الله يا اختي سعودي جير حياك الله الله يسلمك ويرضى عليك ان شاء الله.
ترى انا انتظر سؤالك يعني احنا بس قاعد حاطين انتظر سؤالك. طيب كونسلتنس قال استلمت سياره جيراننا ابي حل. انت الاخت اللي تسال استلمت جيرانهم، هل انت تسوقين كل يوم؟ هل انت تربتي عند شخصا؟ حياك الله اختي سودي جير، انا من السعوديه من الاحساء. نعم اختي ارتي الزهراء، التحكم بالدروكسون صحيح. نعم شكلي حساوي وبكل فخر واعتزاز سعودي. اولا انا سعودي بكل عز وافتخار واحسائي من الاحساء. وطبعا المملكه العربيه السعوديه انا دائما اسميها المملكه السعوديه العظمى، تاج على كل الرؤوس. طيب الانعطاف عند الاشارات الحمراء يمين انحرج او ضربون بوري وقفي عدل، ما فهمت سؤال صراحه. طيب نعرف بعضنا الله يستر شلون. لا ما اعرف شيء، ما اخاف من المشاوير البعيده، بالعكس المشاوير البعيده هي اللي اسهل لك. مصطفى المومري يقول في اختبار النظري في كمبيوتر كم اسئله؟ الاسئله تختلف من مدرسه الى مدرسه، انا مو بحافظ المدارس كلهم لكنهم بعضهم 40 50 سؤال يمكن اكثر، يعني يختلفون. مشكلتي ما اتحكم اذا لقيت بين دروكسون ودعسة البنزين عجوزت اوزن. شكلك او شكلك ما تسوقين واجد. الاخت سعودي جير تقول قصدي الحساسين، والله انا مو بحساس، انا من النوع اللي ما ازعل اطنش. قصدي الحساوي يعرفون بعضهم طبعا ولا يهنون يعني سواء الحساويه او غير الحساويه. من كرامه المرء ومن اعتزازه انه هو دائما يفتخر باصله، دائما يفتخر بهويته، دائما يفتخر بوطنه. هذا اهم شيء. انا يعني بصراحه انا دائما اذا سئلت دائما اقول انا بكل فخر سعودي وبكل اعتزاز احسائي. طبعا كذلك احبابنا من كل منطقه يفتخر بوطنه ويفتخر بمنطقته. وطبعا الحمد لله السعودي كله من شماله الى جنوبه شرقه الى غربه كله محل اعتزاز وفخر، بدليل نحن اذا سافرنا وشفنا السعوديين من اي منطقه ينتاب كل واحد منا الشعور دفء تجاه الاخر. طيب كيف اشيل التوتر؟ اي كمان الضغط على البنزين والفرامل. اخت زهراء اعتقد انت توسقينكم من زمان، حياك الله واضح العجمي. حياكم الله. طيب ابي اعرف كيف تلف الدروكسون لما يكون يمين حاد في الكوبري تكون اشعاره لفه الدروكسون اذا كانت يعني تمشين بسرعه تكون لفه خفيفه. وش الحل اذا جارنا ياخذ موقف سيارتي؟ سياره حرمه، سياره عشاني حرمه. لا بقول لك شيء يا اختي او اخ ما ادري، طبعا حياك الله اخت سعودي جير، ما ادري والله ما ادري اخاف من طيب بعطيكم معلومة حق الأخت ميم. يا أخت ميم الله يحفظك، بعطيكم معلومة ركزوا معي اللي تشوفون الفيديو تشوفوني في البث. المواقف اللي خارج البيت الشارع العام الرصيف ترى مو ملك لصاحب البيت، هذا ملك الحكومة ملك عام. المواقف قبار البيت يا أنا مالي حق أني أمنع أحد يوقف فيه، انتبهوا من الناحية القانونية. ممنوع يوقف أمام الكراج، ممنوع يوقف أمام الباب أوكي، لكن أمام البيت مش ممنوع ما له حق، ولكن العملية تحكمها ذوق وأخلاق الجيرة. طيب الأخت ما يبي أخوي أبي أخذ الرخصة وما عندي سيارة شنو تنصحني؟ تقول صدمت زوجتي ورفضت، باقي تسوق كيف الطريقة؟ صابه الخوف. صدمت زوجتي ورفضت باقي تسوق كيف يكون؟ طيب بالنسبه حق الاخ اللي يسال عشان زوجته، طب بس خلنا جو سعودي جير، تعرف ممشى العمران؟ والله اسمع عن بس ما يعني يمكن مريت عن ممشى العمران. طيب بالنسبه اللي حق زوجته تخاف تسوق وصدمت، العمليه الان تكون انت في مسؤوليتك، انت اللي تشجعها وتحفزها، وذي تحتاج مو بصعب يعني، بس دائما بعطيك شيء يا اخي العزيز، دائما البنت ترى ان ابوها وهو القادر على كل شيء، الزوجه دائما تشوف زوجها انه يقدر على كل شيء، فهنا انت عليك المسؤوليه بسيطه ترى، بس يحتاج منك انك تشجعها وتحفزها. وانتبه التحفيز مو بس بالكلام، طالع انا رجال ومثلك طالعني عيني في عينك، التحفيز مو بس بالكلام،
التحفيز تجيب له الوردة وتجيب له الهدية وتشجعها وتغزل فيها وقل له الكلام الحلو وشجعها وارسل له رسالة واتساب، كل ذي يلعب دور في انك تشجعها، لان المرأة تشوف ان زوجها هو العصا السحرية اللي يحقق آماله وطموحها. طيب اذا سددت عمو السلام عذرا على الازعاج والخروج عن موضوع البث. حياك الله اختي سودي، شكلك من الـ من الـ اسمها. على كل حال شكرا يا اختي ميمه، الله يرضى عليك ان شاء الله. بنت امي بتسوي دورات مره ثانيه حضرتك، الدوره كانت ممتعه. حياك الله اختي بنت امي، ان شاء الله بعد يعني قريبا ان شاء الله تعالى، بس ما ادري وين انت، في اي مدينه. طيب الاخت تقول بدات مع مدربه بالساعه 3 حصص والتعلم بس باقي ابعاد السياره. طيب مثل ما ذكرت قبل شوي ان شاء الله بطلع قسط، بس دقيقه. بالنسبه زي ما ذكرت حق الاخت، بالنسبه حق ابعاد ومقاس السياره، هذا ذي ما في دروس نتعلمها، انما ذي نكتسبها مع الممارسه. حياك الله اي من الاحساء، سبحان الله. ان شاء الله قد يكون بعد الاختبارات مباشره او بعد الحج بنسوي الدوره ان شاء الله. عندنا 3 دورات في الحسا وفي الرياض وفي جده ان شاء الله تعالى. حياك الله اختي مدربه من المدينه، حياك الله. بالنسبه حق عليكم السلام، بالنسبه حق اللي تقول انا بدات مع مدربه 3 ساعات حصص وتعلمت بس باقي ابعاد السياره، هي مثل ما ذكرتك. بالنسبه حق الاخت سودي جير، كل البث حساويه، لا مشكلين كلهم مشكلين واجد. وين راح تسوي الدورة في الحسا؟ يعني غالبا بالنسبة في الحسا ما أقدر أقرر بالضبط، لكن غالبا راح تكون في المبرز في شارع النجاح يعني. وبالنسبة في الرياض غالبا راح يكون في العلية في طريق العروبة. وبالنسبة في جدة غالبا راح تكون في حي الحمراء عند قزاز. بس طبعا دي كلها مبدئيا، ما بعدين نرتب يعني، تحتاج ترتيب مع الأماكن. ومثل ما ذكرت قبل، في عندي ملف، عندي رابط جدا مهم حق اللي بيتعلم السواقة. الرابط فيه علامات الإشارات المرورية، فيه نماذج من الاختبار، فيه فيديوهات مهمة، فيه كل ما يتعلق باختبار تعليم القيادة. حياك الله أختي النرجسية، بنتي اسمها نرجس أيضا، الله يبيض وجهك إن شاء الله. في ملف مهم جدا عن تعليم القيادة، عن تعليم القيادة، أنصح أنكم يكون عندكم، ممكن أرسل لكم إياه بعد البث خاص، لأن إحنا ما أنا أسوق بس باقي فيني خوف، أخاف أتنقل من مدينة لمدينة. استمر لازم. الأخت اللي تسأل أو الأخ اللي يسأل اللي حاط شعار الاتحاد أو القادسية الاتحاد. بالنسبة حق 50,000، والله شوف يا حبيبي 50,000 أخذ لك سيارة أحلى، وأخذ لك سيارة هوندا أكورد أو كوريلا زين، موديل يعني خلينا نقول 2021 ممكن. إيه يسأل يقول وش سيارتك يا أستاذ مصطفى؟ أنا سيارتي كوريلا، عندي كوريلا 2021. أنا طبعا من عشاق تويوتا، سيارة صغيرة بس إن شاء الله إذا الله رزقنا مليون نشتري سيارة كبيرة. طيب انا بنت، هذا حساب بناتي، حياك الله يبا. الاخت اللي حاطه شعر القادسيه، حياك الله يبا. تخيل وانا ادرب الطالبات تقول لي تركيني اطبق كلام مصطفى، اقول لها تفضلي. الله يوفقهم ان شاء الله. حياك الله اختي النرجسيه، طالما انت على اسم بنتي على راس وعيني، وكلكم على راس وعيني طبعا. خلنا اروح قسط، شكله في ناس واجد طالبين قسط، انا مره اعرف هالقسط. شلون ادخل قسط؟ ما بعرف شلون، علموني شلون ادخل قسط. قصدي اللي يدخلون قسط يقولون بدخل قسط، شلون ادخلون قسط؟ نسيت. نعم والله أكورد ممتازة وخياتي، أكورد تويوتا ممتازة ممتازة. بالنسبة قصرت كل الفيديوهات حقتك روعة، أنا طبقت. حياك الله حياك الله أختي السولة.
حياك الله اختي منايف جوري، حياك الله، حياك الله مشكل، حياك الله اختي الغلا. لا تنسونا من لايك طبعا، من الجواب نكون لايك. بعضهم ما قعدوا ساعتين، صحيح، حياك الله اختي ريهام، حياك يوشا، حياك الله اختي يوشا، الله يحفظك ويوفقك. بالنسبه حق بيرو تقول قدم لنا نصيحه للمراه القياده، نصيحه واحده اعطيك اياها، اذا صرتي في الشارع حياك الله اخ عبد الله، نتكلم عن تعليم قياده السياره. بالنسبه اهم شيء ان نطنش، لان الشارع بنشوف اشكال واصناف من البشر. حياك الله اختي ريهام، حياك الله اختي نوره، حياك الله اخ عبد الله منور، حياك الله اختي ريهام رهام، حياك الله اخ انور، اهلا بيك نورتنا، حياك الله نوره، حياك الله نان، حياك الله اخ عبد الله 911، منور منور اخوي عبد الله. جاست افراح، شكرا يا اخت افراح، او الظاهر جاست افراح، شكرا جزيلا. حياك الله، حياك الله اختي بيان، بالضبط كوني قويه. لا ما بنقول اقوى الشارع، يعني هناك نظام، لكن يعني طنشي. حياك الله نسيم الصباح. طبعا بعد عشر دقائق من الحين بتكلم عن الخوف من القياده، لان الساعه 4 بالضبط ينتهي البث. طيب نجي نكمل استفسار. انا عندي تغيير مسار وقت الزحمه مسبب لي ازمه، كيف اعرف لي بعطي مجال ولا لي 3 شهور اسوق؟ تطبيق مهاره التغيير المسار لازم، يعني ما اقدر اشرح الشيء هنا في البث، لكن ممكن اسلك في فيديو. حياك الله اخ بدر، عفوا اخت بدريه، حياك الله، حياكم الله جميعا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندك حساب باليوتيوب؟ اوه عندي حساب باليوتيوب متروس. علمونا شلون اسوي هالقسط، يقول ادخل على القسط ما ادري شلون. طيب اتدربي برا المدرسه، صحيح. سوقوا يا بنات، قسما لقد شيء ممتع غير كذا. شكرا يا اخت بيرو، الله يرضى عليك، شكرا ممنون، شكرا جزيلا. بسمة سبيعي على راسي والله، ونعم ست نعام بسبيع، حياك الله، حياك الله، اهلا وسهلا. بالنسبه حق الاخت دره، هل هناك مستشفى حكومي لفحص النظر؟ نعم، في مراكز التاهيل الشامل، او اللي يسوون زي الفحوصات حق الزواج والعماله، ايضا عندهم فحوصات مجانيه. طيب شلون اتدرب واخذ شهاده سواقه غير ما اسجل مدرسه؟ ما يستوي يا شو اسمك يا سعودي جير، لازم عشان تاخذين شهاده سواقه. بس لحظه، انت من شو تقولين حساويه والحين تقولين شهادة سواقة؟ كلمة شهادة يقولونها السوريين. على كل حال، شهادة سواقة من غير ما أسجل مدرسة القيادة ما يستوي يا يبا، لازم تسجلين في مدرسة تعليم القيادة. طيب أبي أحد يدربني، في مدربات واجد يعني. طيب رست في النظري مرتين، رست في النظري مرتين عادي، في ناس ترسب 4-5. ريم العسيري تقول أسوق بالصباح ليل أخاف، ماري يعتمد على حسب منطقتك. لا تنسونا طبعا باللايك، بتكلم بعد 5 دقائق عن الخوف. طبعا يعني هو كلام مكرر، بس يمكن بعض الأخوات وبعض الأخوان ما حضروا معنا قبل. لا أرد عليك كوكو جمال العبانت، وين مرتها عنه كوكو بوجا؟ أنت شكلك في راسك شر والله، قاعد أرد على الكل، بس شو اسوي لك بعد قلبي. طيب بدايه نجاح ان شاء الله تعالى. انا عندي رخصه واخاف اسوق. من شوي احد سال عن مكه، ان شاء الله تعالى هالسنه بكون في مكه، بس بكون عاد في الحج، عاد ما عندنا وقت يعني لكذا. يا هل مكة عندكم حر؟ أكيد حر عندكم موت.
كيف أنجح في الاختبار العملي يا أختي زهرة؟ الأفضل طريقة أن أنت الشيء اللي في الاختبار العملي تطبقينه برا، يعني مثل المواقف تحاولين تتدربين برا، تتدربين. حياك الله يا أحمد نجدي، مرحبا بك عزيزي. الأخت بسمة سبيعي تقول أنا أسوق كويس بس ما أخذت رخصة، بس قرني زوجي أسوق بيني بالملي. لا ما عليه عاد، لازم ما في شيء اسمه بالملي، أنت متدربة جديدة. حياك الله أختي نوها، حياك الله أختي هالة، حياك الله يا بيرو، بيرو زهراء. طيب انا توقفت السياقه مش اختبرت ما انجزت وخايف اروح اختبر. دائما دائما الشيء اللي تخافون من سووه. نفس الشيء وربي زوج، اوقات قلق وصراخ وتوتر. حياك الله ما شاء الله، بتقبل منه ومنكم يا رب، الله يوفقكم ان شاء الله وييسر امركم. باقي 3 دقائق بنتكلم عن الخوف من القياده. وفاء بتكلم عن الخوف بعد شوي. شنو هم قاعده تكون زحمه. يا حياك الله يا محمد 16 منور، حياك الله يا او حياك الله مودا، حياك الله ال، حياك الله هلا. طيب هلا ابو جاسم، حياك الله حبيبي ابو جاسم 2229، هلا والله هلا بيك، الله يسلمك يا رب ان شاء الله. برنسيس او برنسيسة، اذا مشكلتي ما اتحكم بالبنزين الاسيت روح، اذا ما نجحت العمل اروح اخذ رخصه من برا ارخص؟ لا عد اختبارك احسن يا جواد. بو جاسم حياك الله حبيبي منور بوجودك. مريم الشهري حياك الله اختي مريم، اهلا بيك. حيا الله امل، حيا الله من الريف، لا تنسون باللايك. حياك الله اختي زهراء. برنس الله يحييك او يحييك، برنسز حياك الله. استاذ مصطفى انا طلعت رخصه قياده لكن حتى الان عندي خوف من القياده. يلا بعد دقيقتين بتكلم عن الخوف من القياده، الكلام قد يكون مكرر لكن بتكلم فيه. خلنا شكرا يا اختي وفاء، شكرا جزيلا، شكرا. نوال السعيد حياك الله اختي نوال، حياك الله اختي برنسيس. انا سوق لي سوق عندي رخصه، كنت اسوي اشاره اول ما مشي ما قدرت اوقف الاشاره. ليش ما قدرت ريم؟ شكلك مو متحكمه بالبريك. اروح على طول ولا اروح مع مدرس شهر؟ الافضل طبعا الافضل ان احنا نتدرب بعدين يعني نروح مدرسه، يكون افضل طبعا. لو خذيت رخصه من بعد بحرين وبعدين من السعوديه، برافو عليك، اسرع 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 اسرع، يلا هذا نسرع. طيب طيب الحين بتكلم عن مشكلة الخوف من القيادة، بتكلم عن مشكلة الخوف من القيادة. طيب بتكلم، فاسمحوا لي ما بقدر أرد على الأسئلة الآن، بخلص أحاول أجاوب قبل. أولا بالنسبة حق الخوف من القيادة، المفروض أكتب هنا عشان لا أحد يسأل. دقيقة لحظة. طيب بالنسبة حق الخوف من القيادة، أولا لتعلمون بأن الخوف هو شعور طبيعي، وإذا ما في خوف الإنسان ما يعيش، لذلك الخوف يعتبر نعمة من النعم اللي الله سبحانه وتعالى اللي أهابها لنا. هذا واحد. اثنين، أي شيء إحنا في البداية نجربه وننفذه طبيعي ينتاب من الخوف. بالنسبة فيما يتعلق بسواقة السيارة، طبيعي ان يصير هالخوف، اوكي، لان السيارة تتحرك ورايح جاي، اوكي. فهنا سؤال، هل الخوف من القيادة شيء طبيعي؟ نعم طبيعي. اثنين، طيب يجي اهم سؤال، كيف نتخطى هالخوف، كيف نتخطى مشاعر الخوف؟ طيب طيب بالنسبة حق الخوف، أولا
أول نقطة، لازم نتدرب بشكل سليم، ما نتدرب بشكل عشوائي. اثنين، لما نجي نركب السيارة لازم نوزن الكرسي والمرايات بشكل سليم. ثلاثة، المدرب اللي يركب جنبك يوترك حاول ما تركب جنبك. خمسة، إذا جيت تتدرب اللي بيدربك يخوفك غير مدربك لو كان زوجك. ستة، دائما الخوف من القيادة أول علاج له هو الاستمرارية. الشيء اللي احنا نخاف منه نستمر، لازم نضغط على أنفسنا ونستمر في القيادة، هذا واحد. اثنين، لما نجي نسوق لا نتقوقع في مكان واحد، لازم نطلع شوي 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 كل مرة نطلع، لكن تظلين تسوقين فقط في الحارة ما راح تغير عيد شيء. أوكي، هذا واحد. اثنين، نرجع حق مشكلة الخوف من القيادة. لا تنسون ان احنا في مجتمع ما كان في سواقة حق المرأة، والان صار في سواقة، فطبيعي ذي شوي يواجه شوية نوع من الاصطدام مع بعض المجتمع. اوكي، يوم الاختبار بتكلم عن الخوف من يوم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لحظة بس في شيء أطلع، دقيقة، لحظة بس دقيقة. فالدقيقة معلش بس لحظة عشان أبغى أطلع شيء بس. طيب، نجي حق شغلة مهمة جدا، هل الخوف القيادة مهارة ولا موهبة؟ لو سألت الخوف قيادة السيارة هل هي موهبة ولا مهارة؟ لا طبعا قيادة السيارة هي مهارة. ليش أقول لكم مهارة مو موهبة؟ لأنه حطوا في بالكم يلي تشوفون الحين تشوفوني أنا، بأن سواقة السيارة كل يسوق سيارة، يعني مو باختراع، يعني شيء صعب، مو بشيء صعب، مو بشيء ما حد يقدر عليه، مو بشيء انه والله انت مو بقادر لان كل عام قادر، لا، العالم كلهم قادرين، العالم كلهم قاعدين يسوون. اوكي، القياده مهاره، يعني الفرق بين مهاره والموهبه، الموهبه ان الله سبحانه يعني يهبك شيء مو عند غيرك، مثل 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 الجمال، مثل حلو الصوت، مثل وهكذا. بينما المهاره، اوكي، اي احد يقدر يسويه، بدليل وانتم الان قاعدين تتكلمون معي وتشوفون هالفيديو الان في هذه اللحظه، الشارع وشوارع العالم متروسه وممتلئه من اللي يسوقون، مستجدين من نساء ومن رجال. عدد اللي يسوقون في كوكب الارض يفوق الان ما ادري كم مليار. لذلك انت 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 بروحك اللي خايف وهم ما قاعدين يخافون. هذا الشيء. طيب، ايضا من الاشياء اللي ممكن انا اعرف ان من 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 قلق، من الخوف والقلق في القيادة، دائما نخاف من ثلاث أشياء. ركزوا معي، نخاف دائما للمبتدئين في القيادة يخافون من ثلاث أشياء. واحد، يخافون من أن أحد يصدمهم، أن أحد يدعمهم، أن أحد يوقعهم في ضرر، من المتهورين، من الشاحنات، من اللي يدقون بوري. أوكي، عندنا نقطة ثانية، البعض يخاف من أن المرور يجي مسكه وما عنده رخصة. عندنا نقطة ثالثة، البعض يخاف نتيجة ضغوطات اجتماعية، زوج مو براضي، زوج مو براضي، المجتمع ضدها، ممكن يكون أهل، وهكذا. فبالتالي الأشياء ذي، إنزين، هذا اللي تخلينا نخاف. إنزين، نجي هالحين حق نقطة مهمة، اللي هو كم مرة ظنين بأن سيقع خطر علينا وما وقع. لما تركبين السيارة، أنا بقول لكم، بجسد لكم كذا، لما نجي نركب السيارة، أنا كسائق جديد وأركب السيارة، يتبادر إلى ذهني خوف أن ممكن متهور يصدمني، أو أحد يصدمني، أو أحد يدعمني. إنزين، فطول ما أن نحن نمشي
عندنا هالخيالات ان احد بيصدمنا، ان السياره بتنقلب، ان بيصير بنشر، ان 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 انا بضيع الطريق، ان انا عصابه بتخطفني، ان هالخيالات ذي كلها. انا اسالكم سؤال جاوبوني، كم مره انتم اللي تخافون من القياده، كم مره ركبتوا السياره وفي تصور ذهني في ذهنكم من شيء تخافون من انه يصير وبعدين رجعتوا البيت سالمين؟ ابيكم تجاوبوني، مو بلازم رقما لكن تفاعلوا معايا، كم مرة فكرتوا بخطر احتمال يقع عليكم ورجعتوا البيت سالمين؟ كم مرة فكرتوا هالتفكير؟ طيب وكم مرة لما فكرتوا هالتفكير انزين وقع الخطر؟ انا متأكد الان اللي يشوفون مثلا خلينا نقول 10 اللي فكروا في الخطر ووقع عليهم الخطر يمكن 1 أو 2، بينما 9 و8 ما وقع الخطر عليهم. بعطيكم مثال من واقع حياتنا وذي راح يشعرون فيها الأمهات، وهو لما عيالنا لما تتأخرون من الرجوع من المدرسة إلى البيت، أوكي بنتك ولدك لما تتأخر في رجوعها إلى البيت بس تتأخر هالدقائق المحدودة ذي، مباشرة شي يجي في بالك كأم؟ طبيعي يجي في بالك أنه سمح الله اختطفوها، انصدمت، صار تلاقينا في الأخير البنت تشتري ورق عنب من الباص اللي واقفة من المدرسة أو من البقالة اللي تبيع عندهم يحار من اللي قريب البيت، صح؟ وتظلين في هذا الوهم يا الأم، يعني مسكين وما تنامين في قلق دائم مدى 10-20 سنة، يجي طفل يروح طفل يجي طفل إلين ما تخرجين كلهم ويصير عمر 60 وبعدين ترتاحين وتكتشفين بأن الحمد لله عيالك كلهم سالمين غانمين. ونادرا نادرا حصل هالشيء، إن اسم الله العويلكم انصدم طفل ولا انخطف ولا شيء، شيء نادر. غالبا اخذوا هالقاعدة، غالبا الشيء اللي نخاف انه هو يقع علينا كخطر لا يقع، لا يقع، هذا مو بعلم غيب، معاذ الله معاذ الله، انما التركيبة الفسيولوجية والذهنية والمزاجية للانسان انه غالبا اذا فكر في خطر قد يقع عليه لا يقع. اتشاهي اتشاهي، نروح حق اللي بعده. إنزين نجي حق بعضهم، تقول أبو محمد أنا مو بقادر أضبط دعسة البريك، أنا مو بقادر أضبط الباركنج، مو بقادر أضبط الدوار، أنا أخطأت، أنا كذا. لا أنا مو من البقشي، أنا من سمين، اسمي مصطفى سمين. إنزين طبعا بس بعطيكم طيب خلنا نكمل أوكي، بس أنا كاتبهم هنا. إنزين الخطأ اللي نقع فيه أوكي في تطبيق التدريب، في المهارة، في الباركنج، في الدوار، في الدعسة، دعسة الفرامل، عدم ضبط السيارة، الأخطاء اللي نقع فيها أثناء ما أن احنا نتعلم وأثناء ما أن احنا نسوق في البداية واردة جدا جدا واردة. أنت ما طلعت من بطن أمك تعرفين تسوقين، أنت طلعت من بطن أمك ما تعرفين وتتعلمين. لما نقول أنت متدرب، لما نقول أنت متدربة، لما نقول أنت تتعلم، يعني مربوط بالخطأ، فطبيعي الخطأ يقع، طبيعي أنك تخطئين، طبيعي أنك تخطأ، ولكن الشطارة ان احنا نتعلم من الخطأ. حياك الله يا ام سعود على راسي. انزين ايضا عندنا من بعض المشاكل الخوف من القيادة هي سخرية الاخرين. اعطيكم مثال، حياك الله اختنا اخي نواف او اختي نواف، حياك الله زوجة الشهيد، شهداء على راسنا، تاج راسنا. سخرية الاخرين، سخرية الاخرين، انا بعطيكم مثال عشان تفهمون هالصورة. نقصد بسخرية الاخرين لما تجين انت او انت يلي، طبعا الخطاب للاناث والذكور، ها احد يقول عنصري، لما نجي نوقف السياره امام المحل التجاري في الشارع العام وفي مجموعه من الناس، يتخيل في ذهنك انت بانك اذا ما وقفتي عدل او صدمتي الرصيف او حكيتي شوي هاللي قدامك ناس بيضحكون عليك بيسخرون منك، والواقع ان ذلك ما يعرفونك ولا تعرفينهم، وذلك بالنسبه لهم انت مريتي مرور الكرام. هذا واحد. اثنين، انت تفكرين في ان زوجك او اخوك او ابوك او اللي معاك في البيت انهم يطنزون عليك، تعبير نحن نقول طنزون يعني يسخرون منك على اقل خطا، والواقع ان انت اشغلتي نفسك بشيء هم اصلا مو بحولك، لو قالوها مره مرتين ثلاث اوكي، انت شاغله نفسك تحاتين اذا سحقتي في سياره رجعت البيت تشوفك من زوجك، شوفك من أبوه، شوفك من اللي في البيت معاك. صح معاك في بعضهم ما عنده ذوق، ما عنده ذوق في التوبيخ في السخرية، لكن أنت لا تشغلين بالك. أنا أعطيك مثال علي، أنا أعطيك، أنا الآن وأنا أكلمك الآن مصطفى لايف أوكي، أنا عندي متابعيني في حساباتي الآن وصلوا 500,000،
وتجيني يومين رسالة تنمر وشتيمة ومدح وثناء وتحر، جميع أشكال الرسائل تجيني، والله ما أهتز ولا أهتم، ولو أوريكم أشياء يعني يندلها الجبين. ليش؟ إذا تنشغل بالآخرين أنهم يسخرون منك أو أنهم يشوفونك أنك ما تعرف أن أنت ما عندك القدرة، أنت قوقعت نفسك، أنت رسبت نفسك بنفسك، أنت خسرت نفسك بنفسك. خلي يفكر، خلي يفكر أن أنت ما تعرفين تسوقين، خلي يفكر أن أنت بتسقطين، خلي يقولون العنب ولا عطاك، خلي يقولون، ده ما يغير شيء من أرض الواقع. أنت إذا لابسة عباية سوداء، إذا أنت لابسة عباية سوداء أوكي، وجاء واحد قالت لا يا فلان أنت لابسة عباية خضراء، ليش تشغلين بالك أنه هو خضراء ولا سوداء؟ خلي يقول خضراء بنية سوداء، خلي يقول، خلي يقول. من أقوى ركائز الشخصية أنك تطنش للآخرين. لكن طول ما أن الواحد فيكم أو الواحدة فيكم تشغل نفسها بأن الآخرين قال أو الآخرين سخروا أو الآخرين فعلوا، والله العظيم أن عمرك ينقصف، عمرك ينقصف ولا تخلص. طيب نخش على اللي بعده عشان باقي شوي نخلص. طيب من الأشياء اللي أيضا حياك الله، من الأشياء اللي تحفز الخوف عندنا اللي هو العشوائية في التعليم، مثل ما ذكرت سابقا بأن مثلا بعضهم يروح يعلم زوجته، يعلم زوجته أو بنته أو ولده أنه هو يتعلم في الأماكن اللي هو مأهولة وزحمة وحواري، وهذا خطأ. خطأ التدريب طبعا لازم يكون أولا في مدرسة، وإذا بتحاولون تدربون شوي يكون في مكان فاضي، في مكان شاغر، ما يكون في مكان شسمه مزدحم، لأن أنت ما عندك قدرة توه جديدة ومو عارف حق السيارة، ولا عندك ذيك التحكم في السيارة عشان أنك تتحكمين فيها. بس لحظة دقيقة، بس لحظة أوكي طيب في عندنا شيء ثاني. أنا بسأل سؤال، ركزوا معايا. حياك الله أختي الأخصائية، حياك الله دكتور، ما شاء الله عندنا ثلة من الطيبين من دكاترة وأخصائيين ومجال، تشرف فيك أنا راسي. طيب بسأل سؤال، ركزوا معايا، listen to me، بسأل سؤال. سؤال: كم مرة لما ركبنا السيارة، عفوا أجين، كم مرة لما ركبنا الطيارة والطيارة تطير اوكي، شفنا الاجنحه من المطبات الهوائيه، يتخيل في ذهنك ان الطياره بتطيح، ان الجناح بينعوج، ان الطياره بيصير فيه شيء، وتصلين بيتكم سالمه غانمه، كل ما فيك ان انت بس خفتي اوكي. لذلك النسبه العظمى من اللي يركبون الطياره لما يمرون في المطبات الهوائيه يظنون ان الطياره بتطيح، في الاخير ما تطيح. طبعا هو ليش؟ قضاء وقدر، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لما تطلعين من بيتك تركبين سيارتك غالبا ما راح يصير لك شيء، طبعا مو غالبا، اسف خاني التعبير، 100% لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. انت سوقي بي يعني بانضباط وبقوانين، وترك الباقي على الله. ما يعني اذا الانسان ينشغل بالوفاه وبالمرض وبالمستقبل يموت قضى، يموت يعني مقدما. زين لا تنشغل انه قد يصير قد يحصل. طيب من الأشياء المهمة أنها يعني تساعد في استتباب الراحة النفسية، لما نركب السيارة قبل ما نمشي نضبط الكرسي، نضبط المرايات، نربط الحزام، نسكر القزاز إذا من النوع اللي جنبنا راكب يزعجنا، بعدين نتكلم فيه أوكي. هذا شيء أيضا، إذا كان أنت من النوع اللي الراكب اللي جنبك يزعجك، في ناس كذي ما يبي أحد يركب يمه، في أحد إذا يعني ما يبي أحد يركب يمه، في ناس يقول انا ما اعرف احد يركب يمي يزعجني، وفي ناس يقول لا انا ما اقدر اطلع بروحي لازم احد يطلع معايا. طيب ايضا من الاخطاء اللي يقعون فيها بعض البنات اللي هو الانشغال بالسيارات اللي ورا. لما تجي تركبين سياره وتسوقين لا تشغلين بالك بالمراي وتشوفين السيارات اللي وراك، واذا جات سياره ترى السياره ذي مو بجاي تنتقم منك وتذبحك، هذه السياره ماشي مره عابره، يعني مثل ما انت بتروحين بيتك هي بعد بيروح بيتها، فبالتالي السيارة اللي تشوفينها في المراية هذه مو جاية لك، ما عليك منها. ثاني شيء، طالما أن أنت تمشين بشكل مستقيم، طالما أنك تمشين يعني تمشين سيد بتعبيرنا، ما له داعي النظر في المرايات بشكل تبحلق. حلو تبحلق، نظرة سريعة بس،
والسيارات اللي وراك كلهم بيمشون، يعني ما تبين يمشون. ايضا من الاشياء اللي تساعدكم تجنب الخوف هو تجنب الطرق المزدحمه. مثل ما تعرفون عندنا جوجل ماب، جوجل ماب طبعا فكرته انك ممكن يطلع لك الطرق اللي فيها ازدحام وما فيها ازدحام، اختار الطريق اللي ما فيه ازدحام. واخر شيء واهم شيء ابتعد عن السلبيين، السلبيين اللي يوبخون، السلبيين اللي يكسرون المجاديف ابتعدوا عنهم، خصوصا يوم الاختبار ليلة الاختبار. حاولوا ما تقعدوا مع احد يوبخكم، عفوا ما تقعدوا مع احد سلبي. في ناس كذا الله خلقهم من يطلعوا من بطون امهاتهم لين ما يموتون حياتهم كلها بؤس وشقاء وسلبيه وما الى ذلك. اذا دخلت المدرسه لا تاخذين كلام اللي قاعدين ينتظرون، اذا دخلت في جروبات ما عليك منهم. الفاحصه مهما صارت يعني صالحه او مهما صارت طالحه، او الفاحص او او الفاحصه دلي مو بأعداء، هذين ناس بشر فيهم الطيب فيهم غير الطيب، طبيعيين ما بينه وبينك أي سوء. وبذلك أكون وصلت إلى ختام الحلقة. إن شاء الله الحلقة الجاية راح أتكلم فيه بس فقط عن خوف من القيادة، لأن الكلام ذا يعني ما شاء الله واسع. وبذلك أكون انتهيت من نهاية البث. أستأذنكم، نعم اختم نايف، البث بيكون مسجل وبنزل على اليوتيوب ان شاء الله، بنزل الرابط ان شاء الله تعالى. وشكرا جزيلا لكم، واعطوني لايك اذا ما اعطيتونا، واللي ما بيعطينا كيف نو بروبلم.